غادي نعطي ثلاثة الأمثلة. مثلا إلا عندنا مقاومة R على التوالي مع معامل تحريض، وشي عدد معامل تحريض L، دونك هنا R، وبغينا نحسبو المقاومة أو الممانعة ديالها. ألوغ زد ديالها هو كيكون الجذر مربع ديال المربعين ديال الممانعتين، يعني غادي تكون هي الجذر مربع ديال الممانعة ديال R هي R أو كاري، والممانعة ديال L هي L أوميغا. دونك هي R مربع زائد L أوميغا مربع، وعليهم الجذر مربع. دونك اللي قلنا هي الجذر مربع ديال مجموع مربعي الممانعتين. مثلا الا عندنا مقاومه R مع مكتف C، وبغينا المقاومه او الممانعه ديالهم زاد. الوغ الممانعه ديالهم، الممانعة ديال R هي R، الممانعة ديال C ناقص واحد على C أوميغا. نقدر نكتبو على شكل الجذر مربع ديال R مربع زائد بين قوسين ناقص واحد على C أوميغا أو كاري. بون كنعرفو أن ناقص واحد على C أوميغا أو كاري هو زائد واحد على C أوميغا أو كاري، لأن المربع كيحيد هذا الناقص. داكشي علاش عادة غادي تلقاوها بحال هاد الشكل، ما غاديش نكتبو الناقص مباشرة. إذا بالنسبة ل إر سي هي الجذر مربع ديال إر مربع زائد واحد على سي أوميغا أو كاري. مي غادي نتكلمو على القيمة العامة أو الحالة العامة اللي هي إر إل سي. عندنا مقاومة، عندنا L، عندنا C، وبغينا الممانعة ديال هاد ثنائي القطب. ألوغ غادي يعطينا Z يساوي الجذر مربع ديال R مربع زائد بين قوسين L أوميغا ناقص واحد على سي أوميغا مربع، ليا الحالة العامة ديال دارا إغ إل سي على التوالي. دونك نلاحظو أن إلا عقلنا على هادي نقدرو نلقاو هاد جوج. كان عندنا سي بوحدو إغ و سي كنحيدو إل أوميغا، كيبقاو إغ مربع وعقص واحد على سي أو كاري. كان عندنا إغ و إل كيمشي هذا، كيبقى لنا إغ مربع زائد إل أوميغا أو كاري. كان عندنا مقاومة R بوحدها، تبقى الجذر ديال R مربع يعني R. إذا هذا أمثلة كيفاش نحسبو الممانعة المكافئة ديال واحد الدارة على التوالي. نتكلمو دابا على الفرق بين القيمة القصوى والقيمة الفعالة. ندير واحد التذكير صغير بالنسبة للدالة الدالة سينوس أو الدالة كوسينوس. ألوغ فاش كتكون عندنا دالة جيبية، مثلا نتكلمو على التوتر، دالة ديال التوتر U دو تي بصفة عامة F دو تي، مثلا كتبدا من هنا عندها قيمة وعندها دور، الدور ديالها ثابت، هي دالة دورية. القيمة القصوى والقيمة الدنيا ديالها بحال بحال، يعني مثلا إلا عندنا هنا 10 فولت كنتكلمو على التوتر، إذا في القيمة الدنيا غادي تكون ناقص 10 فولت.
كانت 5 ناقص 5. الوغ القيمه القصوى ديال الجي فولت هي اللي كتعطينا كنسميوها التوتر ماكسيموم او القيمه القصوى للتوتر كنسميوها يو ام كبيره ولا يو ام صغيره اللي هي هاد القيمه اللي كاينه في لي ماكسيموم. دونك يو ام هي القيمه القصوى ولا القيمه القصوى للتوتر. نقدروا الرسم الدور ديال هاد الداله الدور اللي هو تي والعلاقه بين هاد الدور اللي هو بالثانيه كيساوي عنده علاقه مع التردد هو المقلوب ديال التردد بحيث ان بي الهرتز. الوغ مثلا بالنسبة لهاد الدالة نقدرو نكتبو ان U دو تي تساوي U ماكس القيمة القصوى ديالها في كوسينوس ديال أوميغا تي. نقدرو نتأكدو ان هاد الكتابة راه هي هاديك ان الا عوضنا تي بصفر عطاتنا كوسينوس ديال أوميغا بصفر هي كوسينوس ديال صفر هو واحد اذا U دو تي قالها U ام القيمة القصوى ديالها يو ام هي 10. اولا نكتبوها هاد اوميغا على شكل كوسينوس ديال 2 بي ان في تي بحيث اليو ام ديالنا هذا هو القيمة قصوية هي القيمة اللي عندنا اللي هي القيمه اللي كاينه في الماكسيموم اللي عندنا في الرسم. الوغ كنجيو كنتكلموا على القيمه الفعاله لهاد الداله. الوغ القيمه الفعاله U افيكاس تساوي القيمه القصوى U ام مقسومه على جذر جوج. دونك هنا القيمة القصوى وهذه القيمة الفعالة. إلا عندنا القيمة القصوى إذا نقدرو نجبدو القيمة الفعالة. عندنا القيمة الفعالة نقدرو نجبدو القيمة القصوى بيناتهم فقط القسمة على جذر جوج. دونك بحال ان و اوميغا حتى هما بيناتهم العلاقة ديال دو بي يو ام و يو افيكاس العلاقة بيناتهم هي جذر جوج. مثلا هاد التعريف ديال يو دو تي هنا عطاتو ب يو ام الا بغيت نكتبو ب يو افيكاس كيبان لينا هنا ان يو ام تساوي جذر جوج في يو افيكاس. دونك نقدرو نكتبو على شكل يو دو تي تساوي يو افيكاس في جذر جوج في كوسينوس ديال 2 بي ان في تي نفس الكتابه. يا اما نكتبوها بالقيمه القصوى ديريكتومون نضربها في الكوسينوس اولا القيمه الفعاله نضربها في الجذر ديال جوج عاد في الكوسينوس. دونك هذا التعريف ديال القيمه الفعاله. التعريف اللي صحيح ايضا الا كنتكلموا على التيار يعني ايضا بالنسبة للتيار عندنا اي افيكاس حتى هي كتساوي اي ماكس على جذر ديال جوج. اذا هاد العلاقة بصفة عامة بين فاش كتكون عندنا دالة جيبية بين القيمة القصوى ديالها سواء كانت التيار سواء كانت التوتر سواء كانت دالة أخرى بين القيمة القصوى ديالها والقيمة الفعالة ديالها. ألوغ غنكملو فاش غادي نستعملو دابا هاد القيم الفعالة غادي نستعملوها في قانون أوم للممانعات. هذا هو اللي غادي يجمع لنا الممانعة مع
القيم الفعالة. أرى ممانعات كيقول لنا أن U efficace تساوي Z الممانعة في I efficace. طبيعة الحال الرسم ديال القانون ديال أوم هو الرسم اللي ديجا كنعرفو في أن التوتر هنا U دو T هذا U دو T عندنا التيار اللي كيدخل الممانعة I دو T وهنا عندنا الممانعة للقيمة ديالها Z. إذن U إفيكاس ديال هذا التوتر كتساوي كتساوي Z في I إفيكاس ديال التيار. هاد العلاقة اللي عندنا بالقيم الفعالة كتقدر تعطينا أيضا علاقة بالقيم القصوى. علاش؟ مثلا إلا خدينا هاد العلاقة وضربناها في جذر جوج اشنو غادي تعطينا؟ غتعطينا جذر جوج في U إفيكاس. جذر جوج في U إفيكاس هي U M. إذا غادي تعطينا U M تساوي Z في I إفيكاس في جذر جوج. I إفيكاس في جذر جوج هي I M. إذا نقدروا نكتبوا أيضا أن Z تساوي I M. ولدينا أيضا هذه العلاقة. إذن عندنا قانون ديال أوم للممانعات نقدروا نكتبه يا إما بالمقادير الفعالة يا إما بالمقادير القصوية U M و I M. علاقة أخرى مهمة هي ديال القدرة المتوسطة. القدرة المتوسطة المستهلكة بالنسبة لواحد المستقبل الكهربائي كنكتبوها على شكل P تساوي U إفيكاس في I إفيكاس في الكوسينوس ديال في. أنا بطبيعة الحال خدامين على واحد المستقبل. ألوغ مستقبل يقدر يكون معقد يعني في عدة مقاومات في عدة مكتفات في في عدة وشيعات. هنا دونك عندو غادي نعطيو المقاومة أو الممانعة زاد التيار اللي كيدخل ليه هو إي والتوتر بين مربطي هاد الممانعة هو U دو تي. ألوغ إلا بغينا نحسبو القدرة المتوسطة المستهلكة من طرف ثنائي القطب دونك خاصنا نديرو U إفيكاس في I إفيكاس في كوسينوس سي. U إفيكاس مرتبط بU دو تي خاصنا نشوفو الماكسيموم هاد الإفيكاس ديالو. I إفيكاس مرتبط بعدا بقى لينا الكوسينوس ديال في. ألوغ غادي نعطي أولا هنا الوحدات هنا بالوات هنا بالفولت هنا بالأمبير. هذا كوسينوس ديال في كنسميه وعندو سميه كنسميه معامل القدرة. وهذا معامل القدرة هو مرتبط بالممانعة زد مرتبط بالممانعة Z. ألوغ السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش غادي نقدروا نحسبوا هذا الكوسينوس ديال في بصيغة أخرى كيفاش نحسبوا هذا في. ألوغ السؤال كيف نوجد في